لكن ايضا في البلدان الافريقيه نرجع حكايه انه الفن كمان يكون ليه دور كبير زي ما هو بيبقى له دائما ادوار مهمه في الاحداث والقضايا المهمه. ليه مثلا نيجي نفكر محمد منير من الناس والفنانين من ربما عدد قليل جدا كان يغني او غنى باللغات او اللهجه السواحليه اللي هي موجوده هنا او في الاشقاء في افريقيا. وطبعا حضراتكم عارفين منير من اسوان، اسوان بتعتبر هي بوابه مصر الى افريقيا، بوابه بلدنا الى الاشقاء في افريقيا من بدءا من السودان، فدايما محمد منير يغني بهذه اللهجات عشان لانه كمان محمد منير مقرب والناس عارفينه كويس جدا، ويقدر محمد كمان رساله منير تصل زي محمد منير ما بيخاطب المصريين بيخاطب الاوروبيين، كمان بيعرف يخاطب ازاي الشعوب الافريقيه. نقدر نفكر في فتره كده كل ما مثلا تتعمل ليله مصريه هنا او تتعمل ليله اثيوبيه، ليله مش عارف كذا، ليله كذا، بحيث يبقى عندنا ده موجود ومش مجرد تواصل ما بين الدول في مسائل سياسيه او اقتصاديه او استثمار. مهم جدا لانه الفن كمان بيعبر عن شعوبنا، والفن بيكون له دورا كبيرا جدا وحلقه من حلقات التواصل زي محمد منير ما غنى وغنى لكل هؤلاء. وتعالوا نشوف محمد منير وهو يغني.